الشتوي لما بدأ، قبل ما يبدأ الموسم الشتوي كنا عملنا أكتر من غرفة عمليات لتأمين الخدمات الزراعية للموسم الشتوي. هي هي اللي هي التقاوي والأسمدة غالبا وبدائل المهودات. طيب التقاوي والأسمدة، التقاوي تماما اكتملت بنسبة 100%، الأسمدة وضعها إيه؟ اكتملت بنسبة 100% ومعايا فائض 3800 طن. حاليا أنا فاتح في جميع المحاصيل الزراعية حسب الاحتياج، جميع المحاصيل الزراعية دون استثناء للعروة الشتوية حسب الاحتياج. وتقريبا احنا صارفين او فاتحين في 50% اللي هو احتياج نباتي، يعني احنا بنتكلم على احتياج النبات مش على اي حاجة تانية. النبات محتاج ايه؟ ادينا له احتياجه وفتحنا في 50% من احتياجات النبات اللي هي على قدر المرحلة اللي احنا بنتعايش فيها حاليا. طيب الباقي موجود ومؤمن، موجود عندي أسمدة كافية ومؤمنة العروة الشتوية بالكامل الحمد لله، كما تم تأمين العروتين السابقتين.